والله الأسد إنه إنسان كفو وحياة الله، يعني إذا بطلب 10 أسود من الأسد ما بيقول لي لا، مش هيك الأسد؟ هول البقلات عم نقيهم من زريعتنا، مش من حيلا. ترى بحالة اسا ما تغديت، ما قلت لي وليك واي ساعة بتطلعي يا الأسد؟ عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون، بعد ساعة مأخر يعني. بتعرفوا ما بعرف إذا لازم آكل أنا خضرة على وجع معدتي، بعرف وعم بعمل أنا على فكرة. بدي حنان أعطيني اني حبي وناسي. ايه وغير هيك شو بدكم تخبرونا؟ شوب اليوم بلبنان كثير شوب، مش خارج بحر لانه بتحس هوا على البحر بس رطوبه. انتو كمان عندكم هيك؟ ليك يا هالعرق نحن اللي منشيله، بتبند هي العرق نحن مشيله بالضيعة. اليوم كان بالضيعة عم بشيله عرق بس ما طلعنا. كم يعني الحرارة اليوم تقريبا؟ 37. شي 37. ليك الأسد بدي اقول لك شي يا الغالي، انه نحن الحرارة عنا ما بتطلع اكتر من 40، هيدي اذا صارت موجة كتير قوية عالية بتصير رطوبة بتوصل 40. إذا رطوبة قوية، بس الفكرة إنه ما ولا مرة توصل 40 عنا، الماكسيموم يعني 38، ما بتوصل 40 أبداً، يعني قليل قليل، مش مثلكم أنتو. أنتو قديش اليوم عندكم؟ قلت لي إنه رطوبة اليوم عندكم قوية. فغسلتهم. بلا. لا ما انا عم نطبخ بالعرق هلا، هو شرب العرق هلا انه بنشرب العرق. رطوبة 48 يا تخيل، يعني قديش رطوبة قوية. يعني اكيد بتحس الطقس بشع برا. طب ليش ما بتتغدى بالبيت بتاع على المكيف وبترتاح؟ مش احسن لك؟ كله مكيف عندنا هيك. كله مكيف، هم بيروحوا مكيفات. ايه بس انه بتحس انه هذا بيصير الواحد يخدمه، بقول لا يلا اطلعي شوي. حنان قلت انا اطلع شوي. يا البحار وغير هيك. اليوم الاحد انا على فكره ما بحب اقضي بالبيت، ما اخذنا مشوار ولا اخذنا كزرنا. قال لي طلعوا على الضيعه، تعالوا نطلع على الضيعه، ما طلعت ما حبيت.
شو كان بدي خبركم شيء نسيت. ليك بدك بصل معهم؟ لا بياخذني بعد الغداء. اول حكم بيقول لك الاسد تاخذنا تكزرنا بعد الغداء. يشرب عرق هلا. بده يشرب عرق. ها انا بصير بدي اخذ الاولاد. اليوم عندي محاكمه اليوم. ليه؟ اليوم الاسد جاي حكمك تعب بالخزانه. عندي محاكمه مع الشريف. لوين بدك تحكمه يا الاسد ياخذني؟ ما بشرب على كثير وخصوصي زمان هلا بشرب كيس انا ما بيأثر بس ما كثير بشرب. انت بتشرب؟ محاكمة اي ساعة؟ بعرف عندي تحقيق. عندي محاكمة اليوم مع جروب شباب. هاي بفكر محاكمة شو بدي تعبيت زيت انا قبل ما تطلع الضيعة. مش ما في ولا؟ ما بعرف شفت اليوم ايه؟ شو لأنه أنا ما بعرف وين. ايه ما بعرف وين تحت. خلص بس ملح وزيت، اوكي؟ خلصت. ها على قلب كان. عن جد وحياة الله يا البحار ويا الأسد، شو في ناس بتفوت بتحكي كلمات كتير بشعة كتير بشعة. مثلا هول الناس شو بتحس؟ شو بتحس مثلا؟ إنه ما عندها أخوة مثلا؟ ما عندها أخوة بنات؟ ما عندها مثلا إنه تفكر إنه مثلا تعتبر أختها على اللايف؟ أخته على اللايف؟ لا ما بدي، بس بدي اشوف انا شو بحسوا هالعالم. هو عالم مش شايفين العالم. انت ولا لا؟ ايه يا البحر، بس انه يعني نحن اذا من شو عرفنا؟ يعني انا اخواتي بيفتحوا لايف اوقات وبيفوتوا على اللايفات ولا حدا بيتصرف بهي الطريقة مثلا، انه ولا مرة ولا حدا بيتصرف بهي الطريقة لو مع اي بنت. ما في جوزي الا بيطلع جسات مع هالنسوان. صح يا البحر.